مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا حلقه يوم الاربعاء 19 اغسطس 2020. وانتهت واعلنت نتيجه انتخابات مجلس الشيوخ. والحقيقه انا مش شاغلني خالص وما فكرتش اخش اشوف مين اللي فاز ومين اللي لم يفز، لانه اصلا من الاول انا مش متابع السباق الانتخابي كسباق، وكنت متوقع ان القائمه الوطنيه هتفوز في الاربع دوائر لانها تقريبا التنسيق الحزبي الوحيد اللي مبذول فيه جهد كبير واللي مجمع 11 حزب من الاحزاب القديمه ذات التاريخ العريق زي حزب الوفد مثلا، والاحزاب اللي كان ليها دور مهم في فتره الثورات الاخيره زي المصري الديمقراطي وزي مصريين الاحرار، وحزب جديد مهم من أول ما أنشئ كان عليه العين أن يبقى فيه أعضاء فاعلة في المجتمع وهو حزب مستقبل الوطن. طبعا حزب التجمع من الأحزاب العريقة ومن الأحزاب اللي ظلت طول الوقت بعيدة عن المال وعدم خلطه بالسياسة، وده شيء برضو محترم ورائع، واللي أعلن نفسه عبر عقود أنه حزب معارض لكنه معارض معارضة وطنية. يعني ممكن يقول الحتة دي الخبراء بتوع الحزب بيقولوا تعالوا نعملها بالطريقة دي هتجيب نتيجة أفضل، بلاش القرار الصادم ده، بلاش التطبيق السريع ده، نهدي شوية. دي معارضة وطنية، دي غير بقى اللي هو إيه جاي عرض وخلاص، اللي هو أي حاجة تعملها لازم يقول عليها أنها غلط وأن مصر بتقع وأنه ما عرفش الرئيس إيه والحكومة إيه والحقيقة إحنا عايشين جوه هذا الوطن الكريم وشايفين ربنا مادد ايده معانا ازاي، وشايفين قد ايه ربنا عامل نجاحات في هذا المكان، وقد ايه ربنا بيزق وبيمنع الشر وبيحرم الاشرار من ان هم يوصلوا لتحقيق مؤامراتهم، لان ربنا مع الشرفاء وربنا مع اللي بيتقوه ومع اللي بيحبوه، وربنا كمان مع اللي بيجتهدوا علميا وبيبذلوا مجهود وبيشوفوا ايه الدراسة المناسبة للحكاية دي. الحقيقة انا من يمكن 4-5 سنين زي ملايين المواطنين المصريين بدأت اشوف جوه مصر بعيني حاجات غريبة ما كانتش موجودة قبل كده، حاجات جديدة يمكن كان قبل كده لما اشوفها بره مصر كنت اقول انه يعني عندهم فلوس، لكن لما بدأت أشوفها جوه مصر بدأت أسأل وأقول هم عملوها إزاي؟ طب جابوا منين الكتل العملاقة؟ حتى وإحنا ماشيين على الطرق تلاقي عربيات عمرها ما كانت عندنا محملة كتل حديدية عملاقة، تعرف إن هيتركب بيها محطة طاقة نووية، هيتعمل بيها محطة كهرباء، هيتعمل بيها محطة تحلية مية، هيتعمل بيها تأسيس لكابلات معينة. يعني حتى اللي بيسموها بقى المعدات اللوجستية أو الإمكانيات اللوجستية اللي هي بتخدم على مشاريعك أصبحت موجودة عندك. بكرر تاني كلمة قلتها أول ما تولى الحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقلت إن هذا الرجل لو لم يصنع شيئا إلا مكافحة الإرهاب لقالت له مصر ألف شكر. وإذا بهذا الرجل إلى جانب مكافحة الإرهاب والوصول في هذه المكافحة لدرجة جيدة جدا 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 نشكر ربنا عليها كل يوم، إذا به يتحرك في التجارة، يتحرك في الصناعة، يتحرك في الاقتصاد، يتحرك في خدمة المواطن البسيط من عشوائيات من أسواق تحيا مصر، من تغيير الأسواق الجملة، من النهوض بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتحتل مكانة هامة جدا، من استكمال مشروع نقاط الخبز، من المبادرات اللي زي ما يغلاش عليك وزي تكافل وكرامة، من المساكن اللي اتعملت بديلة للعشوائيات اللي كان بيعيش فيها إخواتنا وأهالينا، للمشروع الخاص بحملات الصحة 100 مليون صحة وبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل، ومشروع القضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة بتدخلات جراحية تصل إلى 500,000 عملية في سنتين، في سنتين بالضبط سنتين، يعني شيء بجد
أنا بقول اسم هذا الرجل لأنه يقود المسيرة، لكني أؤمن من كل قلبي أن مصر مليئة بالشرفاء ومليئة بالمخلصين، واستطاعت أنها تنجز استحقاقات دستورية عديدة، من انتخابات مجلس نواب، من انتخابات للرئاسة أكتر من مرة، تعديلات دستورية، انتخابات مجلس الشيوخ، آخر عرس ديمقراطي حتى الآن. حقيقة شيء يسعد وشيء يفرح، البلد بتتطور، بتطلع لقدام. هنتكلم عن انتخابات مجلس الشيوخ ونتائجها، هنحللها مع المختصين ونشوف هل فعلا النتيجة دي بتعبر عن الشعب. اختيار مبنى ماسبيرو لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ لأول مرة، هذا المبنى العريق، أنا كفنان وكإعلامي بعتبر ده تكريم ليا، تكريم لكل إعلامي وكل فنان وكل إداري اشتغل في العملية الفنية والإعلامية ومازال، ووطأت أقدامه سلم ماسبيرو العريق بتاريخه باستديوهاته بقطاع أخباره اللي تم تطويره، قطاعات الدراما فيه اللي طورت أكتر من مرة، من استوديو 5 للإنتاج المتميز، لصوت القاهرة، لقطاع الإنتاج، لمدينة الإنتاج الإعلامي، للبرامج ومحاولات جادة لتطوير الإعلام المصري الحكومي، مش بس الإعلام المصري بشكل عام. الحقيقة أنه شكر حسين زين رئيس المجلس القومي للإعلام كان في محله لما شكر القاضي الجليل مستشار لاشين إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه قرر إعلان هذه النتيجة من هذا المكان العريق. نشكر الله على كل خطوة بتتقدم فيها مصر، ودقايق قليلة ونشوف أخبارنا. اعتبارا من ساعة 600 يوم 8/6/2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد. أقول إن الجيش المصري جيش قوي صحيح، ومن أقوى جيوش المنطقة صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد. إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة حق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي مجلس النواب، وستكون أهدافه الأول. كل الدعم، كل الدعم لوحدة الأراضي الليبية، كل الدعم، كل الدعم لاستقرار ليبيا، كل الدعم للاستقرار الليبي. سيرت الغفرة ده أمر بالنسبة لنا، خط أحمر.